العام الدراسي الجديد قرب، وعارفين قد إيه متطلبات الدراسة وأهميتها لأطفالنا، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدوره ومن خلال أسبوع الخير بمحافظة بني سويف قدر يفرح أهلنا ويساعد أهالينا الأولى بالرعاية. مؤسسة أبو هشيمة الخير قامت بتوزيع 1000 شنطة مدرسية بالإضافة لألف جاكيت لأهالي مركز ومدينة سمسطة. النهاردة جينا سمسطة نوزع بقى بنفسنا 1000 شنطة مدرسة و1000 أدوات مدرسية و1000 جاكيت للأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة العام الدراسي الجديد. دي حاجة احنا بنبقى مبسوطين بيها، لأن ده دورنا كلنا، المفروض نقف مع الناس الأكثر احتياجاً ونقدر نوزع عليهم أي حاجة تقدر تساعدهم في فصل الشتاء. طبعاً ممكن الجو يبقى برد وكده، فحبينا ان احنا يبقى في مع الشنط المدرسية في جواكت برضو. وسط حضور عدد كبير من المستفيدين، 50 متطوع كلهم كانوا حريصين على وصول الدعم للمستحقين من خلال نزولهم لأرض الواقع وعمل دراسات ميدانية ليهم. وأثناء التوزيع عبر الأهالي وخصوصاً الأطفال عن مدى سعادتهم بالهدايا. أنا أخذت شنطة وجاكت عشان يعني هم عطولنا عشان المدرسة، فرحان عشان أخذت لبس المدرسة. خدت شنطة ولبس المدرسة، نشكره جداً زي ما فرحنا ربنا يفرحه. أنا كراريس العيال والشنط ولبس الله يبارك له ويصلح حاله، ورئيسنا الله يبارك له ويعينه ويصلح حاله. يبارك لنا فيه يا رب، ويصلح لنا حاله ربنا، ويبارك لنا فيه كمان مرة. والله ده خير كتير وربنا يسترها معاه زي ما ستر الناس وعطى خير كتير يعني. وأشكر التحالف الوطني وبشكر الأستاذ أحمد أبو هشيم والرئيس عبد الفتاح السيسي. مجهودات ضخمة بيقوم بها التحالف الوطني في كل أنحاء الجمهورية من أجل وصول الدعم وإدخال الفرحة على قلوب الجميع.